عظم الله الأجر والثواب على كل مشاهدي ومتابعي برنامج الإفعال في هذا اليوم. وطبعا أكيد اليوم راح تكون في عندي حلقة خاصة طبعا لتقديم الأطباق اللي تكون خاصة بهذه طبعا أكيد هذه المناسبة. طبعا راح يكون في عندي اليوم التمن والقيمة، وأيضا راح تكون في عندي الهريسة. وبداية طبعا أكيد بهذه الأطباق لازم تكون أكو أشياء مهمة جدا أنه لازم نتبعها، هي طبعا أكيد بتكنيك واحد، يعني أنه ما نقدر نضيف لبعض الإضافات، ما تتحمل بعض الإضافات، لكن ممكن بعض الأشياء اللي ممكن نضيفها بهذه الوصفة أو بهذه الأكلة ممكن أن تضاف. طبعا أكيد راح يكون في عندي لهذا اليوم تمن وقيمة مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، وهنا راح يكون في عندي أيضا الهريسة، وراح نختم بعصير اليوم أيضا راح يكون في عندي النومي بصرة. طبعا أكيد أنا ما راح أكون مهيئ الأشياء هذه ببداية الحلقة، يعني قبل ما أبلش أنا بالحلقة هذه انه مهيئ اشياء. شنو الاشياء اللي مهيئه؟ انه بس سالق اللحم وسالق الحمص اللي عندي. الحمص هذا اللي عندي انا نقعه 24 ساعه مع بوتيته تكون قشره، ليش؟ حتى امتص كل الزفره اللي تكون موجوده بالحمص، اذا كان عندك حمص او لوبيا او حتى فاصوليا. مهم جدا انه احنا نحافظ على نكهه الحمص مثل ما هي، وهي انه انا اخلي هنا بوتيته مقشره حتى تمتص مثل ما ذكرت الرطوبه وايضا الزفره تكون موجوده بالحمص. لذلك هذا نقعه، بعد ما نقعته طبعا اكيد هنا سلكته، بعد ما سلكته يكون عندي جاهز. طبعا تعرفون انه اني بالقيمه ما اخلي نوع واحد لحم، يعني ما اخلي لحم بس عجل عجل او غنم غنم، لا، هنا اسوي لهم مكس. المكس هنا راح يكون في عندك هذا غنم ايضا مطبوخ، وعندي هنا عجل مطبوخ اللي هو هذا. هذا اللحم، هذا اللحم، زين. نجي على الأشياء الباقية فهي مهمة اللي هي البهارات. تشكيلة البهارات مالتها للقيمة طبعا أكيد نوم بصرة دارسين وشوية من الجوز الطيب وشوية من القرنفل، هذه أنا دائما أخليها كنوع من البهارات مثل ما ذكرت. يكون عندك دارسين مطحون، نوم بصرة مطحونة، أستخدم هنا شوية من جوز الطيب وأستخدم شوية القرنفل، هذه هي البهارات اللي انا استخدمها بالقيمه، بالاضافه الى اشياء ممكن احنا نضيفها بعدين راح تكون اكيد حسب الرغبه. اما التمن فالتمن يكون بالزعفران، تعرفون احنا نطبقه بالبدايه ابيض بعدين يلا خليه للزعفران. نجي على المقادير حتى نكتبها حتى نطبخها، لانه هذا راح تاخذ من عندي وقت، تاخذ مني وقت. هذه القيمه هنا راح اسويها، وهذا التمن هنا راح اسويه. يا تمن وقيمه، يلا كتبوا المقادير. طبعا اكيد راح استخدم دهن، معجون طماطه بيها، فلفل اسود اختياري حسب الرغبه، الفلفل الاسود راح اخليه ويا التمن. عندك هنا الكمون والكركم ايضا راح يضافون مع التمن. البهارات اللي ذكرتها هي حلبه دارسين ونوم بصره، هذه تكون خاصه بيش خاصه بالقيمه. زعفران موجود، زعفران موجود. اكو اشياء انا ضفتها اللي هي الزعفران طبعا. البصل موجود، بصل احمر يكون مضروب بالخلاط او مبروش. زين، في البدايه هنا راح ابلش اخلي تقريبا خاشوقه 2-3 دهن. للتمن هم هاي وحده، هاي 2 وهاي 3. زين، بعدها أعرف ليش دي يرجف. بالبداية هنا راح يكون في عندك اللي هو المكس، اللي هو مكس البصل. راح استخدم هنا بصل أحمر أو ممكن استخدم هنا البصل الأبيض، هنا يكون اختياري، هذه أشياء اختيارية بكيفكم. يعني نقدر نخلي الأبيض أبيض، نقدر نخلي الأصفر أصفر. أول شغلة هنا أنا أحمسه للبصل، يكون أنه نحمسه طبعا أكيد بالبداية أحمسه كل الزين، وأجي أخلط البهارات. أنا أحب أخلط البهارات بالبداية قبل ما أخليه، يعني ما أحب أخلي شيء فوق شيء. هنا أنا البهارات مثل ما ذكرت بالبداية نوم بصرة، شوية حلبة وجوز الطيب، أكيد دارسين. بعد ما ضفت هذه تكون عندك خلطة القيمة أو بهارات القيمة، أكيد راح أخلي وياها شنو؟ راح أخلي وياها هنا نومي بصرة مطحونة وغيره. ممكن لكن اذا انتم سويتوها ممكن اكو جاهزه، بس اذا انتم ممكن انه انتم تسووها البهارات احسن، يعني انتم تخلطوها احسن.
ومن كل شيء خاشوقه خاشوقه حتى تعرفهم بالمقادير مالته. انا راح اخلي مي طبعا على الدهن، يعني اذا قلت كوبين تمن كوبين مي، خلي لي شويه ملح عليها هنا يكون عندك اضافه الملح بدون اي شيء ثاني. هنا ورا ما خليت الملح خلص عندك جاهز. هنا البهارات اللي ذكرتها هنا كلها راح اضيفها وين؟ راح اضيفها وين؟ على البصل بهذا الشكل. هذه القيمه، هنا القيمه، هنا التمن. هسه ايش راح اسوي؟ هنا راح احمس البصل مع عيني مع البهارات. ها يلا هاي نخلي هذه هنا ونخلي هذه هنا. المخرج يريد يشوف. بعد ما شفت هذا الموضوع هنا شنو عندي هنا؟ راح يكون عندي هنا النوم ببصره، النوم ببصره تكون مفلسه ما بيها شنو؟ ما بيها اللب، اللب داخله شو يسوي؟ يسوي لنا مشاكل، يسوي مراره. هاي المراره ما تروح بعد. يعني خربت الطبخه كلها يعني. راح اجيب هنا نوعين لحم مو نوع واحد. عذرا. هنا النوع الاول اللي هو الصغير هذاك اللي هو شنو هذا؟ هذا غنم. زين؟ هذا شنو؟ غنم. غنم انا طبعا احب سالفه اسويها دائما بالقيمه حتى ما انساها، اكو شغله دائما انا اسويها بالقيمه وهي انه دائما من اجي احمس الدهن مع البصل مع البهارات لازم يكون عندي شويه ليه. فاللي هنا تكون بالنسبه لي مهمه طبعا اكيد بالاكله هذه حتى شنو احصل على هاي انك عندي هنا شويه ليه. زين اخذها شويه هذه شويه دهن يعني على الخفيف على الخفيف يعطيني طعم كلش طيب خاصه مع شنو؟ خاصه مع البهارات. لما احمسها مع البهار تعطيني في الطعم ونكهه كلش طيبه كلش طيبه خاصه من القيمه يعني ما راح تعطيني لا زفره ولا شيء. شوف هنا انا قطعتها على كيف صغيره صغيره. ها طبعا دائما خلي شويه ملح على اللي حط حتى وان كانت يعني حاره، اذا صارت يعني كانت حاره حتى لا تزلق ايديكم وتنجرحون. راح ابلش اخلي هنا شنو؟ اخلي هنا مثل ما اتفقنا اللي وابلش شنو؟ فلفل هسه الريحه. هسه صار ريحه ميكس، ريحه نومي بصره وريحه البهارات، ريحه اللي زين عيني. هنا شو راح ابلش انا؟ خليني اجيب الغنم. ابلش بالغنم اول شيء. ارجع واقول انه هذه الاشياء ان تكون شنو؟ هذه مطبوخه. ما مجهزه، شوفوا شلون صاير اللحم، تعال. تعال شوف اللحمه. شوف دا تشوفون؟ فتفت اللحم بايدي. ها تشوفون هنا؟ حتى شنو هنا؟ حتى لا يتعبنا. من اجي اهرسه اني مع الحمص. ها اجي اخذ الغنم مطبوخ. طبعا اكيد المي مالته المي مالته مهم. زين المي مالته كلش مهم طبعا. شوف شوف لا تشوف تفاصيل لا تشوف تفاصيل. تعال هذا مطبوخ زايد. زين شنو هسه؟ هذا خلصنا منه. هذا الغنم اول شيء خليته، بس من خليته شنو؟ فتفته بايدي. نجي نشيك العجل. العجل هم شوف تشوفون نفس الموضوع نفس الشيء. ها شوف شلون صاير. شوف 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 اللحم اي بدون ملح. ادري هذا بدون ملح. ها كيفه يعني كيفه؟ يلا نجي هنا ما اقدر ما اظل انه افلس بيه شويه شويه حتى لا يتعبني مثل ما قلت. شويه تحملون الطريقه، بس الطريقه كل شويه راح تحبوها. طبعا اكيد الكميه اذا كانت اكبر خلوها كلها بجدر واحد ويطبخوها طبخه واحده. اما اذا بالبيت فممكن تطبخها بهالطريقه هذه. المي هناك فار عندي، خليت له ملح لو ما خليت له. نفس الموضوع اجي افلس اللحمه حتى لا تتعبني، بس اثناء الدق اثناء الهرس مع المعجون، لانه مع الحمص والمعجون عفوا. انا راح ابلش اخلي المكونات هاي كلها سويه، شويه حمسه خفيفه. زين عيني، شويه حمسه خفيفه حتى البصل ونومي بصره
وشوية اللية ها تدخل كلها بالطبخة هذه. ورا ما أضيف اللحم هنا راح نسويها علوشة. شنو شلون يصير علوشة؟ خيوط. اي علوشة خيوط. شلون يصير خيوط؟ بسبب شنو يصير خيوط؟ بسبب اللحم أكيد يعني. وهو اللي يخليها تصير خيوط يعني. لحمة من يصير هيجي من هيجي شوفوها شلون تتفلس بإيديكم ها آه. تتفلس تفلس بالإيد مع تشكيلة البهارات. شوفوا ثاني يعني طبختها بتكنيك واحد يعني طريقة واحدة يعني مع حمسة البهارات اللحم يعطيك طعم كلش طيب يعني تكون عندك طعم اللحمة ويا البهار راح يعطيك في التركيبة خرافية. زين شو بقى عندي لحم؟ اي والله بقى طبعا مي اللحم هذا راح استفاد من عنده كيلو حمص كيلو لحم كيلو وين حمص كيلو وين لحم 3 كيلوات حمص 3 كيلوات لحم لازم كلها نفس هذا. راح ابلش احمس اللحم بهذا الشكل ده تشوفون ان انا واسوي له هيك مع البصل. اي ما يدي يفور خلي لازم اخلي التمن التمن صافي يعني ما تضيفون اي شيء له بعدين اخر شيء نخلي له اخر شيء نخلي له اخلي له دهن ها آه. شوف سبحان الله عينك ميزانك عدلوا قبل كوب بكوب كوبين بكوبين نرجع هنا نخلط المكونات هذه احمسهم كل الزين. مشاهدينا مشاهدينا الاحبه هذا ينحمس كل الزين ده تشوفون شلون صار كانما ده تصير عندي حميسه كانما ده تصير عندي حميسه لحم ها هيك يلا يصير عندك شنو يصير عندك خيوط من تشوفون اللحم يصير عندك بهذا الشكل تشوفون هنا طبعا حاجه تبلشون تخلوها حاجه على كيفك على كيفك خذ اللقطه على كيفك شوف اللحم شلون صاير على كيفك يلا هنا راح اجي ابلش اخلي شنو حمص تعال حمص 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 مطبوخ مسلوق واذا جبتوا معلب اذا جبتوا معلب من تجيبون المعلب هنا تنقعوه هم تنقعوه لازم يتنقع ليش خلدون لازم يتنقع يتنقع حتى اتخلص من المواد الحافظة اللي بيه يعني المادة الحافظة اللي بيه اتخلص من عدها الريحة مالتها اتخلص من اشياء ارجع احمس انا ارجع احمس هنا شنو احمس احمس الحمص واللحم بتشوفون شلون تصير ما خلص شيء خلص بعد بيه شغل هاي اقعد اني اقعد اهرسهم مع بعضهم بعض شغله مهمه جدا هو شلون راح احمس اني المعجون ها ويا الحمص شلون هسه اني راح اخلي هذه المكونات واحمسها لازم المعجون ينحمس يعني ما اجي انا اخلي صلصه طماطه لا لازم احمس المعجون هسه راح اشوفكم شلون راح نحمس المعجون لا لازم ينحمس المعجون هسه شو راح اسوي راح اجيب هاي هنا اخليها هنا حتى نبلش شنو نحمس المعجون نحمس المعجون لا ما يسود هاي واحد اثنين هاي ثلاثه خليهم على النار راح اشوفكم طريقه كلش طيبه كلش طيبه هذه الطريقه كل شوي راح تحبوها هنا ايش راح اسوي هنا هنا راح اخلي شويه مي شويه مو كلش هوايه واجيب الزعفران اخلي زعفران واخلي شويه شنو شويه كركم مو هوايه هالقد المهم ما خليت اجي اخلي شويه فلفل اسود زين هذا المي المن هذا هذا المي للتمن نسوي ظروف ونضيف التمن نجي هنا لا تشوف شو تريد اشيل لك هذه هسه زين شايف اذا وقعت كاسه راح ابلش اخلي
المعجون احمسه بالدهن. بسم الله نحمس المعجون هسه تقريبا 3 خواشيق معجون. هذا ينحمس لازم، يعني ما اعرف انتوا على طريقتي يمشوا كل شوي راح تحبون الموضوع هذا، يعني راح تنطبخ بطريقه صحيحه. ملح طبعا اكيد هنا اخلي على المعجون، اضاف شويه ملح، هنا هم اخلي شويه ملح. ما تقبل غلطي، اول شيء تحمسون المعجون بهالطريقه هذه لحد ما تحسون ان المعجون انحمس صح. هذا تشوفون هنا شغلته جدا سهله وجدا بسيطه. ناقش شو نسوي؟ وانا هذه نجيب هذه وابلش اهرسهم بهذا الشكل. بسم الله يابا الملح، جيب الملح، مو خليت له ملح. اي شويه بيها، هسه عندي ملح عندي، بس خله هرس الحمص. تشوفون هنا الموضوع ينهرس الحمص كل الزين وتنهرس المكونات بهالطريقه هذه واللحم حتى تصير عندك عجينه وحده. صراحه اشوفكم هنا شوف شلون تصير. تشوفوها هنا ناخذ اتصال هاتفي سجاد. مرحبا سجاد. اهلا وسهلا، شلون الصحة عيوني؟ هلا حياك حبيبي. اهلا وسهلا. قل سجاد حبيبي، بس الهوت دوغ. شنو هي؟ الهوت دوغ. هوت دوغ؟ الو الو اسمعك. اي سهل 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 دلل دلل. هسه ايش خليت انا على المعجون؟ بدك تشوف مي اللحم، بدك تشوف لو ما بدك تشوف خليت له مي اللحم. هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اذوب المعجون اللي حمسته مع مي شنو؟ مع مي اللحم. بدك تشوفون ايش طريقه؟ بدك تشوف الطريقة عيوني؟ يلا هسه ارجع مرة ثانية اهرسه للحمص بحيث بعد ما اريد اشوف حمص صايح. ليش البعض يقول مثلا استخدم هنا الحمص المجروس؟ حمص مجروس يصير اغلى، يعني اغلى من الحمص هذا العادي، تمام؟ يصير غالي. ف ممكن انا استخدم هذا النوع من الحمص، بس مثل ما قلت انه ينطبخ صح، يعني لازم انه اطبخه كل زين. هسه راح ابلش ادق للحم من دق زين حتى تم تنخلط المكونات كلها سويه. هسه اجيب هذا هنا وندي هذا هناك. يلا هسه نرجع مره ثانيه نص النار عليها وبالهداوه. ها يلا نرجع مره ثانيه ندقها. بلشت تشكل شنو؟ شكل الخيوط. هذه الخيوط ما تشكل، هذه الخيوط ما تشكل اذا ما شنو؟ اذا ما انه ينطبخ التمن، ينطبخ عفوا اللحم كل زين، ينطبخ كل زين وبعدين نرجع ندقه بهالطريقه هذه. بعد ما ادقه تعال شوف، شوف شلون صارت. احترقت ايدي. خيوط زين. بعد ما تكون عندك بهذا الشكل بعد اي بعد بعد تعال انت تعال تعال ساعدني. جيمي ما يقدر، ما يقدر يعوف هذا، ما يقدر يعوف. شو راح اسوي هنا؟ راح اجيب شوية من الدهن. طبعا هنا هذا الموضوع ايش قد ما هو خفيف، ايش قد ما اشياء، ايش قد ما هي اشياء بسيطة انا اسويها، بس بالنهاية تحصلون على طعم حلو ولطيف. لا عندك مدراخة؟ ها نظامها، المنظامها
وانت تقول ضامه ما اعرف المن ضامه. ايه تعال شوف. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو الو ام مؤيد. شلونك يا ابو؟ شلون صحة عيوني ام مؤيد؟ خليك يحفظك الله. الله يخليك. عاشت ايدك والله على هالشغلات اللي تسويها وطيبه ومرتبه وشكلها شلون. ايه بس المقادير مال القيمه ما شفناها من البدايه. يلا والله درناها. يلا ام يلا صار تامرين ام. بس طيب اليد يحفظك ويخليك. دليلي ام دليلي. بالسلامة لك. الله يحفظك الله يخليك. اهلا وسهلا. يلا المقادير. ها هذا شنو؟ يلا هذا ملح. يلا هذا هن شنو هاي؟ هذا ملح. يلا واذا قلتوا لي مالح هاي صوتكم مو صوتي. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو. ها الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. حبيبي شيف. يا اهلا وسهلا حبيبي شلون الصحة؟ الله يخليك. كان يسأل باعت تلفزيون شو ماكو صوتي. شلون ما اسمعك؟ حبيبي شيف. قول عيوني شنو الطبخ؟ عيوني عندنا الحمص المجروش هواية صار بالماء الحصة. اي شنو الاكلات اللي تدخل بها هذا الحمص المجروش؟ اي صار دلل دلل واذا وزعهم الحصة دايم. اي اي تحياتنا تحياتنا. هسه شو تحكي؟ انا حمص مجروش غالي يصير اغلى من الحمص العادي. الحمص المجروش الحمص بطحينه تصير بالحمص المجروش تطلع خرافيه. زين عندك التباسي مثلا عندك مثلا تيجي تسوي تبسي باذنجان مع قطع من اللحم المثروم مع الحمص المجروش. الحلو بالحمص المجروش شنو؟ الحمص المجروش هنا انه يستوي اسرع من الحمص العادي. هاي واحدة. اثنين هنا انه يستوي بصورة سريعة ويدخل مع الكثير من الاكلات. مثلا تريد تسوي هنا مثل الكشري تستخدم هنا الحمص المجروش تسلقه وتضيفه مع التمن تطلع عندك كلش لذيذ. انا ما احب الحمص يكون كلش مبين يعني بس تشوفون هنا شلون تصير. تشوفوها شلونها. طبعا اكيد هنا راح اجي بعد. خليت لها اني خليت لها مي تمام. المي هنا شنو كان؟ مي لحم. هسه راح ارجع اخليها شنو؟ راح اخليها مي عادي واتركها شقد يعني فد 35 دقيقه. 35 دقيقة كلش كافي عليه. هذه اتركها. نجي هنا شو نسوي على التمن؟ شو اتفقنا التمن شو نسوي له؟ راح اجيب هنا الزعفران والكركم راح اسوي هيك. نعمل حفرة في الوسط. بعد ما اسوي الحفرة هذه اخلي شنو؟ اخلي الزعفران بالحفره شويه هنا شويه هنا. ما اقلبه هسه ما اقلبه هسه. ايش راح اسوي له هسه؟ اخلي له شنو؟ اخلي له شويه دهن او زبده وراها اقولها باي باي. هنا اجي على القيمه ارجع حما خليله خاشوقه واحده بس دهن. بعد ما خليت شوية الدهن أعلي النار عليها طبعا وأبلش أوزع المي وأتركها لحد ما تنطبخ صحيح. أوفوا هذا الدهن هنا زين. طبعا تعرفون تقرض لازم. شنو تقرض يعني؟ تفور. بعد ما تفور أوكي. يمكن راد لها بعد شوية ملح. هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اجيب هذه هنا درجة حرارة عالية. يلا نبلش بالهريسة. اي عندي هريسة. يلا بعد ما سوينا القيمة راح اتركها على النار لحد ما انه تصير تمام التمام. في عندي اليوم وصفة ثانية وايضا تعتبر من الوصفات المهمة بهذه المناسبة وهي الهريسة. الهريسة لهذا اليوم مثل ما قلت
راح يكون بيها طبعا هم مجهز الحبيه، انا امس سالق الحبيه تاركها فتره طويله وسالقها كل زين. شوف 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 هاي هاي هذا صحيح، هاي الصحيح، هذا الصحيح. شوف ها هسه احنا شنو بالسليم السليم، امورنا طيبه من نهايه الحلقه هتطلع عندك القيمه خرافيه. الهريسه اللي هذا اليوم راح اسويها بتكنيك شويه مختلف، واعذرونا عن التكنيك هذا، لكن هو الاضافات هذه لصالح الهريسه، مقاديرها وتفاصيلها لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الاحبه، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعالوا شوفوا هنا القيمه شلون صارت. طبعا اكيد راح اتركها لحد ما تستقر بالاخير. شوفوا هنا، وهنا عندك طبعا تمن، هم فورت له شنو، هم فورت له شويه زعفران، لانه ذيك نكهه الزعفران، فاخلي له شويه زعفران بعد. زين عيني تطلع عندك. يلا اريد اشوف مقادير مهمة جدا للقيمة، راح تظهر اكيد مقادير القيمة بالجو. هذه مقادير القيمة. طبعا سهلة سريعة وبسيطة. هاي اذا انت يعني ردت انه يعني تختصر الوقت. إذا تريد تختصر الوقت لازم تسلق المكونات هذه اللي قدام. شنو هي هذه المكونات؟ مهم جدا اللحم ينسلق كل زين بحيث شفتوه تفتفت بإيدي. وعندكم أيضا الحمص لازم ينسلق مع الاحتفاظ بمي اللحم. ينحمس المعجون على حدة، ينحمس المعجون على حدة، مهم جدا حمس المعجون. لا تقول لي تصير سودا، ما أدري شو، مصر سودا، مصر سودا، ماكو شي منطق. تنحمس، ينحمس المعجون، يتخلاله مي، المي اللي يتخلاله مي اللحم. ورا صار عندك مثل الصلصات تخليها هنا على المكونات الباقي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعال خوط جيمي، يلا نجي على الهريسه لهذا اليوم، ايضا راح تكون مختلفه. الهريسه لهذا اليوم راح اسوي، طبعا اكيد انا مهيئ الاشياء قبلها بوقت، انا عندي ساعه واحده يعني وبرنامجي لايف يعني مو تسجيل، فما اقطع عن الاشياء هذه، لذلك اطلع دايركت. فاذا اطلع عني دايركت ولايف لازم انه هيئ الاشياء قبلها بوقت، ما اطبخها قبلها بوقت ما يحتاج، لانه هي تكون كافيه من 35 ل 40، عندنا تقريبا 48 49 دقيقه حلوين. ها فعند الهريسه كلش مطبوخه. نسلق الهريسه بالبدايه وراح اشوفكم الطريقه. يلا بالبدايه راح نكتب المقادير. المقادير بها حبيه مطبوخه مسلوقه، عندي هنا لحم غنم طبعا هم منتهي، عندي هنا شويه من السمنه اللي راح اخذها. اي صار اي بس يلا يلا. عندك قشطه راح اخلي لها، حليب محلى راح اخلي لها، ملح وزيت ما اخليها زيت، هاي اخر شيء القارنش مالتها يضاف لها الدارسين. تمام هنا لازم اني طبعا انتم تعرفون الموضوع، هنا موضوع القيمه انه لازم كل شويه نقلبها حتى لا شنو، حتى لا تلشع. زين عيني هاي على درجه حراره معتدله، نظل نخوط بيها عادي. هسه هنا يطلع البابلز مالت الفقاعات مالت تطلع برا عادي الموضوع. المهم شنو هنا، المهم ما نتركها. ليش ما نتركها؟ حتى لا تلشع، لازم نظل نخوط بها على النار، هذا السبب. اخر شيء من نريد نصبها قبل ما نصبها نتركها بدرجه حراره هادئه، ندرخها، اذا عندنا فحم نخليه على الوجه شويه الفحم. زين عيني فهذا الموضوع. شوف هنا شلون صارت ما شاء الله. بعد واقول بعد بعد بيها بعد بعد خلي تفور بعد. زين وتتوزع يتوزع كل شيء بالصحيح حتى امورنا تصير طيبه. جدر هم كبير اجيب جدر اكبر
ايوه على عين نخليها. يلا اوكي سانو وياك، جيب لها جدر كبير بس على يا عين. يلا اي نجي هنا بالبدايه بكل وصفه هذه يكون عندك هنا نشتغل على موضوع مهم وهو النكهه. دهن، اجيب دهن هنا، انا اخلي دهن شو اسوي؟ خلدوه راح تحمس الهريسه؟ لا ما راح احمس الهريسه، راح اضيف دهن انا بالبدايه. شوفوا ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، هذه الوصفه سهله وسريعه احنا بدنا نحكي على كميات صغيره، ترى ما بدنا نحكي على كميات كبيره. تكنيك الكميات الكبيره يختلف عن الكميات الصغيره. تمام؟ اخذ شويه اللية، والا هو تقدر انت تسويها طبعا اكيد بالجدر، تسوي نفس الموضوع هذا، نفس التكنيك هذا تسوي وتخليه بجدر بجدور كبار. الموضوع بسيط يعني. راح ابلش. تشوفون الاكل كله دا اعتمد على اللية بالوصفه او الدهن اللي يكون موجود بلحم الغنم. هذا غير انه النكهه مالته طعم مالته يعطيك في الطعم ونكهه كلش لذيذ. زين؟ فاحنا لازم انه نضيف هذه الاشياء البسيطه بالاخير انه نحصل على طعم، شوفوا شغله بسيطه هي بس تعطيك طعم كلش طيب. طبعا اللي ما يحبه اكيد لا تخلي منه. هنا راح ابلش احمسه. احمس اول شيء هذا الدهن بحيث انه الدهن اللي عندي ياخذ من النكهه هذه، من نكهه اللي عندي. طبعا اكيد راح ارجع اخلي بعد شوي دهن. هنا نسرع عندك الامور طيبه. شو راح نسوي؟ شنو قلنا بيها؟ قلنا بيها شغلات جديده اليوم، قشطه، حليب محلى، ويكون عندك هنا قشطه، حليب محلى وحليب. خليت القشطه راح احمسها مع اللي. قشطه ولي اي اي احمسها مع اللي. ايش تخلي لها؟ حليب محلى. بعد ما خليت الحليب المحلى راح اوزع المكونات بهذا الشكل. راح اجي اخلي شنو هنا؟ راح اخلي له الحليب واذوبها. اذوب هذه المكونات كلها مع بعض البعض، هذه النكهه مهمه جدا. تمام؟ هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اجيب لحم. هذا اللحم شوف شلون صاير، شوف. شوف. هذا يتفلس. ويتخلى على الحليب بهذا الشكل. تدرون انه الهريسه تعتبر من الاطباق المهمه جدا بالكثير من المطابخ. كثير من المطابخ يطبخون ترى الهريسه. غير السوري، اللبناني، المصري، شمال افريقيا، الكل بصوره عامه، الكل شمال افريقيا يطبخون هريسه. يعني الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب. زين صحول العاشورة هاي بمصر، وايضا اوزبكستان وايران واوزبك والله شنو بالله، يعني حتى باسيا يطبخون الحبيه، وتعتبر من الوصفات المهمه. طبعا اكيد هنا انا من خليته هذا اخلي له شنو؟ اخلي له مي، واظل شنو؟ اوزع به. لحد الان ما اخلي الحبيه، الحبيه مثل ما قلت شنو؟ الحبيه لازم تكون شنو؟ لازم تكون مطبوخه كل الزين، كلش زين. راح ابلش انظف الموضوع. قبل كان ما عندنا المكسر الكبير، يعني انا طبعا اللي يريد يسوي نفس الطريقه هذه ولكن بكميه كبيره. بالجديد صار اكو عندنا مكسر كبار، هذا تقدرون تطحنون بيها. شلون هذه؟ بس كبيره مال الفنادق. هذه راح استخدمها انا طبعا مع الهريسه، بس اخر شيء بعد ما اشوف انه صارت شويه راح اهرسها. هذه هسه اكو من عندها كبار، قط كلش كبيره عملاقه، للي يريد يشتغل مثلا طن حبيه او اكثر. زين؟ فموجود. هذا الموضوع لازم شنو؟ لازم يفور، بقول ما خاله بالسنتر. نجي
نقلب نقلب القيمة. ويلي ويلي ويلي، لازم لازم كل شوي نخوطك. انا شوف انا مو اروح اشتغل على هريسة، تعال جيمي انت خوط بالقيمة. زين زين لو لا انا اروح من هنا انت تجيني من هنا، ضروري الموضوع ها، لانه هاي ما يصير تبقى بدون ما تتقلب، يعني لازم كل شوية اقلب. اي اي دا تشوفون شلون دا تصير، دا تشوفون شلون دا تصير، يظل ينشف المي ماله شوية، ينشف المي ماله يلا نصبها. شوفوا شوفوا شلون صارت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على محمد شباب، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف شوف ما شاء الله، شوف 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 شوف. خليه هسه خليه، تعال انا بهذا مخ... هذا المفروض اتركه لحد ما يغلي، وعفته بدون ما تغلي. هذا لازم اقلبه. تمن تمن لازم شويه يتقلب. بعجبت انا شلت شلتها هذا، شلت بس الظاهر شلت الثاني. يلا نجي نقلب التمن. بسم الله، شوف بسم الله، شوف 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 حبايه حبايه شنو حبايه حبايه شنو حبايه شنو حبايه صفرة حبايه بيضة. زين عيني ما شاء الله ما شاء الله. شوف شكد بسيط، موضوع بسيط سهل سريع. تعال مدة تشوف لازم عيني، تعال شوف التمناية صفرة وبيضة حلوة 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 والله. شوي راد لها والله، خليت لها ملح وايد، خليت ملح بعد يراد لها ملح شوية. هنا أنا ملح، هنا أنا ما خليت أصلا ملح، شوية ملح لازم ضروري. هنا أنا ما أعرف ليش ما تتفور، المفروض هسه تفور هي، يعني ما حليب بيها لازم تفور. أظل أخلطها لحد ما تحن علي وتفور. والله عالي النار، عالي ما راح أعلق، راح أجيب بس الحبية وأخليها هنا أنا بالكت إنه شوية تفور. من بين ما تفور طلعونا بالمقادير مالت الهريسة، من بين ما تفور المقادير مال الهريسة. خليت دهن شوية، لحم ملح هريسة، والأشياء اللي أنا ضفتها قشطة حليب، قشطة وحليب وحليب محلى. هذه الأشياء قد ما هي بسيطة بس راح تعطيكم طعم، راح تعطيكم نكهة كلش طيبة للهريسة. بالنسبة لي أنا أحبها تكون بهالطريقة هذه لأنه كلش لذيذة. زين تقريبا ها بلش يذوب الأشياء الحبشكلات حتى يكون عندك جاهز. القيمة لهذا اليوم شلون سويناها، جهزت كل شيء قبلها بوقت. التمن خليت له الدارسين، التمن ما خليت الدارسين، خليت له زعفران وشوية كركم، ما يحتاج إذا ما تريدون تخلون كركم لا تخلون، مهمة جدا بالقيمة، مهمة جدا بالقيمة البهارات مالتها. أنا أنصحكم أنتم تسوون البهارات مالتها، وبسيطة هي دارسين نوم البصرة مطحونة، دارسين مطحون، وتخلوا له شوية من جوز الطيب، وتخلوا له شوية من القرنفل، شوية مو كل شوية حتى لا تسود. زين هذه كلها تطحنوها مع بعضها هنا وتخلوها، وانتم تضيفوها على القيمه تصير احسن، وهي خير وبركه. سبحان الله خير وبركه، والله والله خير وبركه. شوفوها قبل هي صارت من وحدها وسلسه وخفيفه وكلش، راح يطلع شكلها خرافي وطعمها راح يطلع كلش طيب. هذا هم زين هم زين. قبل ما اروح فاصل لازم هنا شو اسوي؟ لازم اضيف الحبيه اللي كلش مطبوخه، كلش هواي مطبوخه. هسه بس اصبر خلينا نقلبها الهاي، نقلبها وتدلل. اطلع ببرك هسه ها، نانا لازم انه اشبحها بالمي حتى ليش؟ لانه راح اطحنها اني. زين راح اطحنها بالمكسر حتى تكون عندك الهريسه متشبعه بالنكهات الباقيه اللي بيها. شوف هنا شوف هنا شلون، شوف شوف
شوف اني اطحنها شويه، اطحنها زين، راح اقلبها شويه زين، اجي اخلي لها شويه السكر تمام شويه، وراح اخلي على الوجه هم شويه شكر تمام. بعدين راح ابلش اقلبها لحد ما اشوفها انه شنو هي الحلو بالهريسه، يعني الحلو بالهريسه ماده النشويات اللي بيها، ماده النشا اللي بيها تشكل عندك العلوشيه مالتها زين. خاصه اذا كانت شنو، اذا كانت مطبوخه. شوف شلون صارت بابا، شوف بلشت تدخن، تمتص المي اللي عندي، الحليب اللي عندي، راح اضربها بيكسر بالاخير تطلع عندك خرافيه. خلصت الطبخات؟ لا ما خلصت الطبخات. انا اليوم ما عندي عصير، بس سويت لكم عصير، راح اسوي لكم عصير لهذا اليوم اللي هو النوم بصره اللي ممكن يتوالم هذا الاطباق، لكن قبلها فاصل وراجعين. شوفون التمن، شوفون التمن، انت عبالك كان صوت مو جاني، ما اعرف فيك. قبل ما نجي على التمن هنا، احنا بالعاده نصب التمن وبعدين نصب لها شنو، نصب القيمه. يعني هنا نشوف القيمه شلون صارت. شوف شوف نشوفها، شوف هاي تقدرون تسووها بالبيت، تسووها ثواب كميات اكبر نفس الطريقة ما عندك مشكلة. هاي شوف شفتها، انا شفتها. نجي ناخذ القيمة نصبها، شوفوا شلون صايرة. نجي على الهريسة شوي، بعد الهريسة خلينا نخلص العصير يلا نصب الهريسة. نجي على العصير، يعني ما موجوده مقاديره، انا راح اذكر مقاديره. طبعا مقادير العصير هي عباره عن 3 مكونات فقط. هذه المكونات اللي هي نوم بصره مفور مغلي، ثلج وشكر، بس هذه المكونات مالتها. بالبدايه شو اسوي هنا، اجي اخلي ثلج واخلي الشكر واجيب هنا النوم البصره. بس شنو راح اخذ من عندها، دقيقه، هذا مفور، هذا مفور، اي عرفت، اني حسيت وعرفت، عرفت شنو عرفت خلدون. يلا يلا طلع بدون مصفي. هذا كل الزين، كل الزين هذا، بسم الله. هذا الطباخ يمكن يشتغل. دله دله، اخ احترقت ايدي، دله
هاي اللي يحب القيمه يابا تفضل. نجي على الهريسه. شوفوا الهريسه. بسم الله. شوف شوف ثقيلة ثقيلة. تخلي لها تريدون طبعا تريدوها خفيفة تخلوها بعد أخف، تريدوها ثقيلة هذا الموضوع بعد بكيفكم أنتم. توزع بهذا الشكل طبعا أكيد لازم. الأشياء المهمة اللي بيها أنه لازم يتخلالها دهن بالاخير حتى لا تبقى هيجي قويه. اخلي هنا دهن بكميه جيده. وممكن تخلوها ترى زعفران على فكره يعني. والله يطلع خرافيه بالزعفران. بالزعفران يطلع كلش لذيذه. هنا هذا صار. نوم بصرة نوم بصرة. يا الله خلي هنا شوية هنا. شوف هنا العصير. يلا تعال يمه. نومي بصرة على كيف كيفك على كيف كيفك على كيف كيفك. انا احب دائما بالعصير اكو رغوه بي. لا 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 بعد بعد هنفرقع هنفرقع فتنتظر لحد ما فرقع. سوينا تمن وقيمه سوينا قيمه سوينا هريسه وسوينا نوم بصره تمام. بقى بتعرفون انه قرنش ما راح اقرنش لاني ما قرنش بس ممكن بصل مكرمل بصل مقلي يابس تخلى على الوجه. يعني ممكن الاشياء الخضار اللي هي تكون مقليه. على الستايل القديم الزاز. اني اعشق ما اعشق بيها الشكر. خلي لها شويه الشكر خلاص. هذه اطباقي مشاهدينا الاحبه، اطباق لهذا اليوم سهله بسيطه وايضا سريعه. اتمنى عجبتكم هذه الاطباق. اشوفكم ان شاء الله بخير باكلات جديده وطبخات جديده مننا. شيف خلدون من الف عافيه. اقول لكم باي باي.